بحث وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس مع وكيل وزارة الخارجية الألماني فيليب فيرسيلا جملة من القضايا الخدمية والتنموية والخطط المستقبلية. وأكد لملس خلال لقائه وفد وزارة الخارجية الألمانية حرص السلطة المحلية على فتح آفاق التعاون مع الجانب الألماني في عدد من الجوانب، وفي مقدمتها تطوير الموانئ والاستثمار في المناطق الصناعية، مستعرضاً التحديات والصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية، وفي مقدمتها مشكلة النزوح الداخلي والعبء الذي يشكله على العاصمة عدن في مختلف المجالات، وخطط المعالجات المعمول بها لمواجهة تلك الإشكاليات. بدوره استعرض وكيل وزارة الخارجية الألمانية خلال اللقاء المجالات التي يمكن دعمها والتعاون فيها خلال المرحلة المستقبلية، مؤكدا على أن الاستقرار الأمني هو شرط من شروط أحداث وتحقيق التنمية في أي منطقة في العالم. وفي الساحل الغربي، تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح سير العمل في المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع مطار المخا. يأتي هذا النزول الميداني عقب زيارة عمل خارجية في خضم الحراك المتسارع لبحث مستجدات الهدنة الأممية، وتزامنا مع تدمير أهداف ثابتة لميليشيا الحوثي استهدفت تجمعات سكانية في الساحل الغربي، حيث وجهت القوات المشتركة في الساعات الماضية ضربات مركزة على أهداف ثابتة لميليشيا الحوثي الإرهابية عقب استهداف قرى آهلة بالسكان. وفي وقت سابق، تفقدت لجنة عسكرية من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة القوات العسكرية في عدد من المحاور في جبهات الشمال، حيث تفقدت اللجنة القوات العسكرية في المحور الشمالي بمحافظة الجوف، واطلعت على أحوال المقاتلين في محور كتاف ومحور الرازمات في محافظة صعدة. وأشادت اللجنة بمستوى الانضباط العسكري والتدريب الإداري والصعوبات العالية، مشددة على ضرورة التحلي بمزيد من الثبات للصمود والتضحية، مشيدة بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدعم المستمر والمتواصل للقوات العسكرية في المحافظات المحررة. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن التحركات التي تقوم بها وزارة الدفاع في صعدة وبعض المناطق الأخرى شمال البلاد تهدف إلى حصر القوات العسكرية وإعادة تموضعها استعداداً للحرب التي قد تفرضها الميليشيات الحوثية. وأضافت المصادر بأن المجلس الرئاسي والحكومة تتعامل بجدية مع الخيارات التي ستفرضها الواقع العسكري في الجبهات نتيجة لتواصل التعنت من قبل الميليشيات الحوثية ورفضها لكل مبادرات السلام العربية والدولية وتهديدها المستمر لخطوط الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية في المحافظات المحررة، مشيرة إلى أن خيار الحرب متاح في الفترة الحالية.